جوزيف في مثل هذه المواقف لما بيكون ضمن او شبه ضمن بطوله، وانتم طبعا نجوم لعبتوا تحت قيادته في النادي الاهلي، بيتعامل ازاي يا كابتن فضل؟ بيتعامل بفكره لا انا لازم اكمل واجيب الارقام القياسيه، ولا لا خلاص ابدا اريح زي ما عمل مثلا في 2007 لو تتذكر، وريح قبل ماتش الزمالك وماتش الاسماعيلي في الدوري عشان يلعبوا تاني في الكاس؟ فكان بيتعامل ازاي؟ وكولر هل هيبقى نفس المدرسه ولا استراتيجيه مختلفه؟ جوزيه كان بيعمل ايه؟ كان بيسافر يعني، بيدي بياخد اجازه وبيدي اللعيبه الكبار كلهم اللعيبه الدوليين بياخدوا اجازه. لو تفتكر زي ما انت قلت يا خيري 2006 2007 صحيح، اخر خمس او ست ماتشات على طول خلاص ابتدى يلعب بالناس اللي هو عايز يشوفهم عشان السكواد بتاع السنه الجايه. وكل اللعيبه المحترفين كان جيلبرتو وفلافيو مشيوا يعني خلاص اجازه، واللعيبه الدوليين خلاص كله اخد اجازه وبقى بيبص. طلع ساعتها محمد سمير تقريبا لاعب مش متذكر كام لعيب، بس بنتكلم في 4 5 لعبوا عشان يشوفهم بشكل جيد، حتى كمان اللي عنده في المتأيدين في القايمه يعرف يحكم عليهم كويس قوي. ده كان اللي جوزيه بيعمله. بعد كده كابتن حسام البدري عمل حاجه مماثله، بس كانت ماتشين اللي كابتن احمد ايوب لو نتذكر يعني. فهي اما بتبقى انت خلاص ضمنت الدوري بتبص على ايه الخطه المستقبليه. طيب ايه اللي خلاص الدوري يمكن الصقر اتكلم قال لك رقميا مش محسوم بالنقاط، لكن لو انت بتتكلم فنيا او من وجهه نظرنا لا هو محسوم خلاص. انت كان عندك ماتشين وقت. ماتشين بيراميدز كانوا هم يفرقوا جدا مع سواء بيراميدز او النادي الاهلي، النادي الاهلي حسمهم لصالحه. فانا شايف حتى بعدها كمان بيراميدز تعادل مع الزمالك وتعادل مع فرق يعني سبت ولا ماتش من بعد. حتى عدد المباريات المتبقيه بتتكلم في 3 6 يعني لا يعني في في في, في الخمس مباريات او ست مباريات اللي الاهلي محتاجهم بتتكلم في حوالي لو كسب يعني 4 7 نقاط بالظبط. فاحنا بنتكلم ان هو دلوقتي ايه اللي انت المفروض تفكر فيه؟ تفكر انك تدي فرصه للعناصر الجديده. فانا النهارده مثلا وانا ببص على حتى كمان الدكه يا خالي زي ما الصقر اتكلم على احمد عبدين وعلى محمد عبد الله، محمد عبد الله بيلعب في مكان رضا سليم، لعيب صغير سريع بالكوره حريف مهاري. ده زي ما انت قلت هو بقاله كام ماتش احتياطي. احمد عبدين في منتخبات الناشئين وسيرد باك. فانت بتتكلم ان دولت ياخدوا فرصه، لازم ياخدوا فرصه واحده واحده تنزلهم عشان حتى كمان يبقوا مع الفرقه الاساسيه. فانا عاجبني ان هو بادئ بالتشكيل القوي يعني تشكيله العادي قوي، وواحده واحده تبتدي تنزل ناشئين، تدي لحد ربع ساعه ممكن حد تلت ساعه. ده الشكل المفروض يلعب بيه خالد. مباراه الدور الاول النادي الاهلي خسر من البنك الاهلي 4-3 مظبوط، بس هو النادي الاهلي بيفكر في كده؟ بيفكر مثلا في صقر او هزيمه؟ خالص ما بيفكرش كده، هو بيفكر يكسب كل مباراه طبعا. ودايما بقول يمكن السنه دي الدوري والشكل اللي اتعمل شكل الدوري والمنافسه لغايه اخر وقت من وجهه نظرنا كلنا كنا شايفين ان الدوري كويس جدا لغايه ما النادي الاهلي لا انت راهن على النادي الاهلي وانت مطمن يعني لغايه ما خلص النادي الاهلي اي امل في المنافسه. انت متاخر بنقاط كتيره جدا فالضغط المفروض عليك. انا لقيت ان النادي الاهلي هو مصدر الضغط للبيراميدز اللي هو اصلا كان عدد نقاط اكتر. فدي ده خبره وده تاريخ وسنين. عشان كده انا بقول لك انا لو مكان كولر هريح لعيبتي عشان الموسم اللي جاي، هبص على الناشئين، هقيم اللعيبه اللي انا شايفها تمشي ولا تروح.